اخوكم فاملي حسن حيدر من الامريكيه. وضع البلد فاهم علي فيش شغل بالنسبه فاهم علي في قطاع غزه وضع تحت الصفر. بالنسبه فاهم علي كنا مرضين واطفال 8 انفار بقى وضع البلد ماشي. اما اليوم فاهم علي مش قادرين نطعمكم. الوضع فاهم علي تحت الصفر، وضع البلد بانهيار. بنروح هيك بتيجي هيك، الله يخلف على الدول المانحة بتبعت لنا فاهم علي كابونا. الأولاد هذا فاهم علي بيعرفوا بدهم ياكلوا وخليها على الله. الوضع فاهم علي مش عارف ايش بدي اوصف. نشكر فاهم علي مؤسسة النجدة يخلف عليهم الجماعة فاهم علي بفقدونا، الله يخلف عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وبلشن على الله يقدمونا فاهم علي يجددولنا فاهم علي السلة الغذائية فاهم علي للأطفال، مش إلنا يا عم للأطفال. أنا مواطن مراد أبو سماحة، أنا صاحب أسرة من 8 أفراد. طبعا أنا بعيش في وضع اقتصادي سيء، بعيش في بيت مكون من غرفة ومطبخ وحمام، فعندي 8 أفراد. يعني أنا أقل ما فيها أني طالب الحد الأدنى من المعيشة اللي أعيش فيه، يعني مش طالب أكثر من هيك. فأنا طبعا عن طريق مؤسسة نجد يعني تم مساعدتي تقريبا كذا مرة، وأنا بصراحة بطالب وبتمنى يعني مؤسسة نجد إنها تستمر بالمساعدة، لأنه احنا في وضع يعني اسوأ من تتخيل ويتخيل اي بني ادم. يعني انا اليوم عمري 35 سنة، لا املك شيء. الواحد بيعجز احيانا عن وصف الكلمات ووصف وضعه واطفاله. احنا ممكن احنا نقدر امورنا ونمشي امورنا، بس الاطفال هذول صعب. يعني الواحد يوفر لهم طفل ما بفهم انه في وضع سيء. انا اسمي محل عطار من سكان منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. احنا ساكنين هنا، ساكنة عند ابني في البيت هذا، وانا ابني اسرته مكونة من 6 وانا واخته ابوه 9، وجايين عنده من الوضع السياسي ومن الوضع الاقتصادي خوف ورعب. الوضع الاقتصادي صعب علينا، وجايين طبعا انا مريضة وجوزي مريض. اليوم الولد بروح على المدرسة من غير مصروف، اليوم الولد بيطلب الشاكل بيلاقوهوش. فاحنا بنتمنى من المؤسسات ومن جميع العالم وكل من سمعنا يدعم الاطفال بالمواد الغذائيه. بنشكر جمعيه النجد اللي قدمت المساعده الغذائيه للاطفال المحتاجين، محتاجين جدا، لانهم مؤسسه النجد فيها الخير والبركه، بتدور على الاسر المحتاجه وبتقدم طلبات الاطفال. واحنا بنشكرهم وبنشكر جميع العاملين بمؤسسة النجد، وبقول لهم شكرا لكم جزيلا. معاكم الاخت جميلة حافظ محمد سلمان من غزة، بتعين اسرة من 7 اشخاص او 8 اشخاص. طبعا احنا في وقت عايشين فيه محتاجين يعني لدعمكم لنا للشعب الفلسطيني، واحنا لازال يعني بيوتنا يعني والقصف واليهود، يعني انتم شايفين ايش اللي بصير معانا، والحاله الماديه والحاله الاقتصاديه على الشعب الفلسطيني كله مسكر من كل الجهة. بنشكر مؤسسه النجد وبنشكر مؤسسه الام سي سي وعلى السله الغذائيه، وان شاء الله دائما يقفوا معانا ويساعدونا اكثر من